أهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الأخير من الحلقة كرة روتانا دوت نت ايميل البرنامج الرسمي. الحديث هذا يتواصل مع الأمير فيصل بن تركي بن ناصر. اسمه الأمير في الفاصل جتني معلومة من الشباب في الكنترول أنه الشخصية الاتحادية اللي في الإدارة الحالية اللي تدخل على لاعبي النصر, بقول لك الاسم وانت عاد أعرفك يعني صريح وشفاف وحتقولي, حمد الصنيع هو من يفاوض لاعبي النصر الآن. كلام ده صحيح ولا لا؟ لا تعليق, قلت لك ما أبغى أعلق على الموضوع بس لا تعليق. يعني لا تأكد ولا تنفي؟ لا أكد ولا أنفي. تركي كان في معلومتين أبغى أقولها قبل, يعني لما تحدث عن الإدارة السابقة إدارة الأمير فيصل بن عبد الرحمن. أنت تبغى تغير الموضوع مرة يعني؟ لا لا لا, بس أبغى أذكرك إنه يعني في إدارة الأمير فيصل بن عبد الرحمن أنا كنت الأمير طبعا من اللي موجودين في الإدارة الحالية. أنا كنت موجود من كان في اللجنة الرباعية. عامر السلهام كان موجود في الاحتراف, سلمان القريني في كرة القدم, علي حمدان أمين عام. فيعني ما تغيروا ناس كثير من الإدارة السابقة وهو عمل متواصل. يمكن استراتيجيات مختلفة بين رئيس ورئيس, لكن بالعكس هم اللي دخلوني هالمجال اني اكون في يعني في نادي النصر بعمل اداري مباشر. فالشكر لهم جميعا طبعا, وان شاء الله نقدر نكمل هالمسيرة باذن الله ونتكون الادارات القادمة يعني عندها عمل لنعمله في الاربع سنين القادمة انها تقدر يعني يرجع النصر يكون في أفضل مستوياته بإذن الله. شباب يقولوا لي تأكد من الأمير مولينا وقع للنصر وأن الأمير بس يحاول يموه على النصر. ما صحيح أبدا الآن, ما هو صحيح, ما وقع للنصر, ما وقعنا أي لاعب أجنبي. لا بس إنه في على اتفاق نهائي. لا أنا قلت لك لا, مفاوضات ما يعني كان يمكن كان في مفاوضات مع لاعبين كثير, لكن إنه وقعنا مع أحد لا إلى الآن. ولا مولينا ما اتفقتوا اتفاق نهائي؟ ما اتفقنا مع أحد إلى الآن. طيب نرجع نتكلم عن الآسيوية, إيش عند النصر في الآسيوية؟ ترى الجمهور حاطط في باله إنه هذا النصر اللي بيدخل الآسيوية بيجيب البطولة, والنصر يعني أوكي فريق جيد, فريق يعود للآسيوية بعد 10 سنوات. توني بقول لك هالحكي يعني أيه؟ إنه حنا عدنا بعد 10 سنوات. شوف أنا تجيني رسائل بالجماهير وتجيني إنه الآسيوية ما هي سهلة, وأنا عارف إن ما هي بسهلة, لكن أيضا الفرق الثانية تعمل في آسيا كلها. يعني الأشقاء الأندية السعودية يعملون من عشرات السنين ليكون في مجموعة واحدة. أنا ذكرتها سابقا, نادي الهلال, نادي الاتحاد, نادي الشباب, عندهم مجموعة واحدة تلعب من 5 سنوات مع بعض. هذا اللي نحاول نكونه في نادي النصر, عشان كذا وقعنا مع لاعبين كثير أنهم يستمرون مع بعض أكثر فترة ممكنة. حيتأهل النصر للدور الثاني ولا يطلع من الدور الأول؟ والله إن شاء الله نتأهل, لكن أنا ما أقدر. شوف العمل يعني في أندية قاعدة تقول إحنا نبغى نروح نجيب كأس آسيا. جمهور النصر ما يبغى يقول كأس آسيا, جمهور النصر يقول لك بنطلع من الدور الأول إن شاء الله إذا الله وفقنا, ليش لا؟ يعني شوف أنت تعمل وإذا عملت بإذن الله النتائج علمها عند رب العالمين. لكن يعني ما نقول لنادي النصر والله دخلنا الآسيوية من 10 سنين أول مرة ولا بنحقق البطولة. كلنا يعني ما حد يلعب كرة قدم إلا يبغى ينافس على البطولة اللي يلعب فيها. لكن إحنا نعمل وإن شاء الله إذا الله وفقنا إن شاء الله نتأهل للدور الثاني. إذا الله وفقنا يعني ننظر للمستقبل, هذا أهم شيء. طيب في سؤالين قبل ما نختم الحلقة. أول شيء أبي أسألك عن الشركة الاستراتيجي, وراحت ماسا جاء الشركة الاستراتيجي, جمهور النصر ما استفاد شيء. ليه؟ نفس الأول, لا في عروض جديدة, لا في عروض تحفيزية, ما قدموا شيء جمهور النصر. اليوم واحد من جمهور النصر يكلمني قال لي تركي يعني راحت ماسا وجاء الشركة الاستراتيجي نفس سعر التذكرة نفسه والنقاط البيع, يعني في نقاط بيع ونفس الموضوع, لا شفنا ولا شيء. يعني بس الدعم للنادي أكبر اللي هو 4 مليون. إيه الجمهور شو استفاد؟ الجمهور إن شاء الله بيكون في باقات جديدة مع الاتصالات السعودية. إيه؟ الاتصالات السعودية طبعا تفاجأوا بإلغاء عقد ماسا في ما كانوا محضرين ما يعني. كانوا محضرين لها لا, لكن غير كذا الاتصالات السعودية أعطتنا مجال أنه نوقع مع شركة تطوير سبورتس, تطوير رياضية, وذكرتها أنا في مؤتمر صحفي وكانت متواجدة كورة.
فبالعكس يعني احنا والاتصالات فعلا يعني قاعدين نعمل على قدم وساق لفائدة الجماهير النصراوية. طيب الطقم الفسفوري اللي لعب في نادي النصر اصفر فسفوري واسود. طيب. صح ولا لا؟ نعم. ليش؟ ابدا حب التغيير، يعني في الفرق العالمية ممكن اقول لك برشلونة لابس بينك مع ازرق، ما فيها شيء، بالعكس تلعب الطقم الثالث انه يكون لون مختلف تماما يعني. طيب الحين عندكم انتم مشكله، الحين ما انك انت يعني وبعدين لجنه شو اسمه هيئه الدوري المحترفين هي اللي تقرر يعني الأشياء. مرنين انتم في هالاشياء ما تشكل لكم فرق كبير؟ لا لا. طيب مباراتكم مع الشباب، الفريق الشباب مباراه اللي على ارضه يقول لك انا ابغى المدرج اللي هو مدرج صاحب الارض. سمعنا انه في حديث، انت سمعت عن الحديث وصار في حديث انه لا مدرجنا ومدرج الشباب يروح في مدرج الهلال، الشباب يتمسك بهالموضوع معلومات عامه لرعايه الشباب. اذا كل الانديه تبغى تمشي بالقوانين اللي في الرئاسه العامه لرعايه الشباب، كل الانديه تمشي بدون استثناءات لاي نادي، انه انا والله يا فيصل اكلم فلان فلاني اقول له والله عشان خاطري او لا لا بس كذا، نمشي على النظام. يعني خلنا اقول لك شيء، مثلا احنا ما نكشف سر، انت مثلا علاقتك جيده مثلا برئيس النادي الاهلي خلاص، وقلت له ما ابغى ده ده يعني في رئيس نادي يطالب بحقوقه، في رئيس نادي يقول لك ما ابي علاقته، خلينا نفترض انه علاقته جيده بالهلال، لا 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 وقال ما ابي المدرج، معاكم انتم علاقته مش جيده الشباب، يقول لك لا والله انا ابغى المدرج من حقه. اذا في اذا حدثت حادثه واحده فانا ارجو من الرئاسه العامه لرعايه الشباب انه كل الانديه تنفذها، وبعدين بيصير نادي النصر ينفذها على كل نادي في المملكه. انتم حتتنازلوا عن هالمدرج؟ ما في تتنازل، اذا مشوا بالقانون يبغون القانون. أي. والقانون في الرئاسة العامة لرعاية الشباب أنه الفريق المستضيف يقعد على في الجهة معينة، فإحنا في مبارياتنا القادمة مع أي نادي إن كان شعبيته كبيرة أو صغيرة سنمشي مع القانون حتى لو تغير مدرج النادي الآخر. وغير هالموضوع أنتم ما حتغيرون مدرج ولا حتغيرون مكان. سمو الأمير شكرا لك، إن شاء الله يكون يعني قدمنا حلقة مفيدة لجمهور النصر. أترك لك نصف دقيقة توجه فيها الكلمة التي تريد للجماهير النصراوية. لا أوجه الكلمة للجماهير نادي النصر أنه ثقوا ثقة تامة أنه نادي النصر يعني في أنا أتحدث في رئاستي الحالية أنه ما دفعنا هالمبالغ الكبيرة في اللاعبين السعوديين والأجانب، حتى لو ما أرضاكم اللاعبين السعوديين بعضهم أو الأجانب، أنه في أيدي أمينة بإذن الله، وبإذن الله لن نتوقف عن خدمة هذا الكيان حتى يصل الى سابق عهده وافضل باذن الله. جاني سؤال ونسيت اسالك اياه مهم، فهد الهريفي ايش صار في اعتزاله؟ والله ان شاء الله انا انشغلنا هذه الايام، لكن بقعد انا وفهد ان شاء الله. انت ملتزم فيه؟ ان شاء الله. يعني لانه في ناس قالوا لي انه يمكن الامير فيصل بن تركي يحط هالاعتزال حسب نتائج النصر، اذا النصر حقق بطولات ما حيسوي، اذا ما حقق بطولات يمتص غضب الجمهور باعتزال فهد. ما هو صحيح. ايش نوعيه الاعتزال المقدم لفهد الهريفي؟ هذا شيء اتركوا لي انا وفهد بالحال. بس انت ملتزم فيه سواء في ادارتك او حتى غادرت الاداره مثلا؟ ما في شك انا ملتزم باعتزال التزام شخصي ان شاء الله. شكرا لك سمو الامير، شكرا لاختيار برنامج كوره لهذا الظهور، اتمنى لك التوفيق انت وباقي رؤساء الانديه. شكرا. شكرا لك. موعدنا غدا 11:30، الأستاذ خالد البلطان رئيس نادي الشباب سيكون ضيفا علينا في حلقة يوم الجمعة القادم. في أمان الله.